فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قد يكون في داخل الصف الإسلامي من يفرح بذلك بموافقة حق المسلمين لبعض أهواء الكافرين. لا شك هذا شيء موجود في وقت نزول القرآن، وجد من يدعي الإسلام وهم أهل النفاق من يتابع أهل الكتاب ويمدحهم ويثني عليهم ويقولون كما ذكر الله عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخر الآيات، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهذا الشيء موجود يعني من وقت نزول الوحي، أنه يوجد ممن يدعون الإسلام من يوافق الكفار على ما يطلبون من المسلمين من موافقتهم واتباع آرائهم